مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليل عليا المحبة راي غير ليك هذا واجب ماهوش مزية من شافك تمتع بيك اذكر اسمك صباح وعشية سكر العشية. سلسلة من رسوم الطبيعة تقودك بين أخضرها وبياضها إلى سفح جبل زكار أين الأرض الملآنة بالمياه وإلى مدينة مليانة المليئة بالأسرار الضاربة في عمق التاريخ أسرار قد لا تفهمها إلا وأنت تشارك المليانيين عاداتهم في موسم المولد النبوي وصباح الحادي عشر من ربيع الأول يشهد حركة غير عادية تبدأ من محيط السوق البلدي الناس في التاريخ بطال زادوا لتساير عظامة ياكل أمير وبن علام أين يتوافد سكانها على شراء مستلزمات الأطباق التقليدية الخاصة بالمناسبة أطباق تستدعي اختيارا دقيقا قد لا تنجح فيه إلا فئة خاصة تقاليد حاجة تقليدية نديرو كاين اللي يدير الرفيس كاين اللي يدير المعارك كاين اللي يدير كل واحد واش يحب يدير يديرو الرشتة ويديرو التشخشوخة يديرو الطعم بالدجاج يديرو الطمينة كاين يديرو الرفيس كل واحد واش يديرو بركوكس بالدجاج اللي ياكل محمر اللي ياكل بالدجاج يديرو الشرشم يجيبو نجيبو الدوم بركوكس هكاك افطير علي لقوات باطل بطال فد بشرف وكرامة بشرمة غير بعيد عن سوق الخضر والفواكه يصطف باعة المنارات رمز الاحتفال بالمولد مجسم خشبي على شكل باخرة أسطول بحري أو منارة مسجد تتزين بالشموع والحلويات لتدخل بيوت أهل مليانة كرمزية للفرح وإلى النور الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونحبك وقليل عليا المحبة رأيه ليك هذا هنا أيضا الاختيار يكون من فئة معينة نارا المولود تسمعوا حلوة هذه العادة تاع المولد هذه المنارة نشعلوا فيها شمع باه يعرفوا الناس بالاحتفال تاع سيدنا رسول الله خاصة الأطفال الصغار والإنسان اللي يجي جديد شمع ثمانية كل قصبة تجي فيها شمع ما يميز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مليانة هي أيضا جلسات الطرب الأندلسي أين تتنافس الجمعيات والمدارس في تحضير برنامجها الخاص بالمناسبة قصائد تتغنى بالرسول الكريم تحمل في ألحانها نسمات السيرة النبوية وأشجان الزمن الجميل حين كان يلتقي مثقف المدينة وأعينها على إيقاع الطرب الأصيل الذي لا زال بعض الأساتذة يؤمنون بصدقه وقوته كالحاج بولنوار من جمعية اليوسفية الذي انتقل بنا من مقام النهواند إلى مقام الذاكرة فيما يخص القصائد اللي كانت يعني في مليانة هذه كانت تنشد في مليانة في الثلاثينات ومن قبل هي كانت صلوا يا أهل الكمال من هذه من الطبع وكان صلوا على زين التاج هذه كانت في وزاد النبي وفرحنا به كانت وصلوا على كان طلع البدر كانت طلع البدر وهذو كانوا كاع يعني كان في وقت الكشافه الاسلاميه الجزائريه منهم الشيخ عبد الرحمن عزيز اللي كان في مليانه كان
كان مارس الكشافة نتاعو في مليانة، كان منهم ثانيك محمد التوري الله يرحمه، الله يرحمهم كاع في دار الحق. وكانت الجماعة قلت لك الكشافة منهم كان سي بوراس الله يرحمه، وكان صدق الفول، وكانوا هذو الجماعة كاع، كان الشيخ كان مدور، كان معهم الشيخ مدور الله يرحمه، كانوا هذو كاع اللي كانوا محسوب بمناسبة المولد النبوي، كانوا يستعملوا هذا الأناشيد في سيدي أحمد بن يوسف الجامع. تجربة المدرسة اليوسفية ليست الوحيدة هنا، بل هناك العديد من الجمعيات كتجربة الشيخ قسطالي في جمعية الفن الأصيل التي جمع فيها شبابا من مليانة وخميسها، مشكلا جوقا متكاملا يحيي أفراح العائلات بما فيها ليلة المولد النبوي الشريف. على كل حال في المولد النبوي الشريف كان بزاف قصائد تاع المديح، وبدات قصائد تاع يمدحوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يغنوا على بوكو بليس، يغنوا على الدين، يغنوا على المسلمين، يغنوا على التراث يعني التراث الاندلسي العربي. ها هي الشمس 12 من ربيع الأول تميل إلى الإصفرار، موعد ينتظره الكبار والصغار للاستمتاع بمنارات المدينة الضاربة في عمق التاريخ والتي ترمز إلى خصوصية هذا اليوم. تخرج المنارة محمولة باليد أو على عربة بعد صلاة العصر في مسيرات كان في القديم يشارك فيها جموع غفيرة من المشاركين، يتقدمهم سكان الأحياء والمدعوون أين يجوبون الشوارع الرئيسية للمدينة رفقة الكشافة الإسلامية. ولعدة اعتبارات لم يتبقى من تلك العادات إلا القليل من ذلك العطر الأصيل. يستعد له أهل المدينة بصنع المنارات. هذه المنارات عبارة عن مجسمات مصنوعة من الخشب والقصب. هذه الحرفة هي حرفة محلية، يستوجب علينا احنا كسكان مدينة مليانة بالمحافظة على هذه التقاليد. بالنسبة هذه في مدينة مليانة كبقية المدن الجزائرية نحيي هذه العادة هذه نتاع المنارة اللي كنتم تشوفوا فيها هنايا، حتى نذكروا الناس بهذا التاريخ، حتى ذكروا الناس بهذا التاريخ تاع مولد النبوي الشريف. ميلاد الحبيب المصطفى هي في أصلها مناسبة دينية، ويتجلى ذلك هنا حينما تصدح المساجد والزوايا بالتهليل والتكبير وتلاوة الذكر الحكيم، أبيات من قصائد البردة والهمزية والمحمدية لصاحبها سيد البوصير الدلاسي الصنهاجي، تشارك في نسجها إنشادا وإنشاء وجوه عليها نور في جلسة تثلج صدر من حضرها. المسلم نعم يعيش مع الحدث، وكل له طريقته في الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأطفال يحتفلون بالمنارة، ويحتفلون بالشموع، ويحتفلون بالحلويات لأنهم أطفال. أما الكبار الذين يعرفون ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحتفلون بالطاعة وبالعبادة وبقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ما يضر الدين أو يضر الإسلام أو يقدح، بل هو وسيلة لجمع المسلمين، ونحن في أشد الحاجة إلى أن نجتمع، وفي أشد الحاجة أن نتكلم عن ميلاد رسول الله. عسى أن تولد في نفوسنا الشمائل الطيبة والخلال الكريمة. (تصفيق)
خاصة وأن تلك القصائد والدروس التي تستمر إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وإلى غاية نهاية شهر ربيع الأنوار تأخذك إلى أسرار السيرة النبوية وإلى حقيقة هذا اليوم المبارك.